فونكسيون كوم كاع لي زوتر فونكسيون. الطبيب احنا عندنا بالمنظور نتاعنا احنا في حزب الكرامه عندنا اطباء معنا. احنا بالنسبه لنا الطبيب يرقى الى مستوى الحكيم، يداوي بيد ويطلب حقه بيد. احنا اللي مازال ما فهمناهاش كسياسيين، باسكو نتوما حقكم كما قلت الاستاذ اضراب حق دستوري، يعني هذا هو هدف الحصه، يعني نعم. احنا لتوضيح النقاط باش يكون مفهوم لنا. يقولك الاضراب حق دستوري ومسيرة حق دستوري، بالصح ما يخلوهم لا يديروا إضراب ولا مسيرة، داروا مسيرة داك نهار تضربوا. بون نسمعوا هاد الشيات هدايا. نحترمكم ياسر جميل جميل، ولكن احنا ما رحناش كخصوم او اعداء، احنا رحنا هنا بو تروفي سوليسيون. احنا كسياسيين سكونا با كومبري سكو هاد التواطؤ. شوف انتم مقيمين وحقكم يعني مشاكلكم باينة وتكلمتوا عليهم لصافي صادي تروا موا، يعني كاين تعفن. اي بي سا كونكورد نعمل اضراب الاساتذه. انا انا نخاطب الضم. انت كي توجعك درستك تروح لفرنسا والاساتذه ما عندهم ما دخلهم، خلي تزير تخلع تتخلط ان فوا بوغ توت هكذا باش نتوما تخرجوا ويقتلوا جدكم ونتهناو منكم. أميردا. يعني اضراب الاساتذه تلاميذ في الشارع في ظروف وين الجزائر تعيش في معنى. اسكو لا كونسيونس نو انتربيل با؟ هذا موضوع اخر الاساتذه، يعني سنخاطب. ولو كان درتو لارتيكل 102 ودرتو بريزيدون جديد والانتخابات جدد وتكون نزيهة وقاع الناس يشتركوا اللي حبي واللي بريزيدون يشارك مجميع واحد ما من الكاز وما من العربي زيطوت اللي حبي واللي رئيس جمهورية نزيه لازم تخليوه تعطيوا له الاعتماد. انتوما يا تزيريين يا الشياتين تحبوا كلش ليكم. الو تزير راهي بدات تتخلط، ها الجزائريين راهم حاسين باللي كان اي تخلطت شويه ودوك ان شاء الله ان شاء الله تطيح على رصانكم كاع كيما راكم. انا انخلعت لما جاني واحد نقابي من الاساتذه يقول لي غادي نديروا تكتل النقابات من اجل ان نمشي الى اضراب بشل الجزائر. سابو بيري ان جور كلارجيلي يعني طيح. اسكو واحد فيكم يرضى هاكو طيحتوها توما؟ انتوما طيحتوها كليتوها. البترول ما خليتولوش مليار وديتوه ألف مليار ديتوها. حكمتو شاكيب، حكمتو بوشوارب، حكمتو سعيد، حكمتو بوتفليقة، حكمتو سلال، حكمتو سعيداني، حكمتو الهامل، حكمتوا السراقين الاخرين؟ ما حكمتوهمش. انا ما تحلش فمك لان المستقبل ليكم انتم كشباب، انتم الاطباء، انتم اللي رايحين للجزائر. دوكا ولاو الشباب والمستقبل ولا هو الشباب. افون كانوا غير الشيوخ، القسمه غير بيناتهم. دوكا راهم هم المستقبل. كي لحقت ثلاث شهور هما في اضراب لحقت الوسمو. انتم هما المستقبل. كي كنا نقول لكم بلي لا جوناس هي المستقبل، ها واش كنتو تقولوا؟ يروحوا يزمروا واللي ما عجبوش الحال يخبط راسه في حيط. دوكا ولات انتم المستقبل يا واحد لي زيبوكريت. مستقبل سي فري كي دي بروبليم، سي فري كو بوتيت كو لو مينيست يعني ما قدرش يعني يحاوركم ويلقى حل. جو سوي داكور افيك فو، بصح سا نو دون با. علاش ما يحاورهمش؟ ها ما يقدرش يحاورهم؟ ما يخراش هاد العبد هدايا عنده ريشه فوق راسو. سا نو دون با يعني كيما قال لك ما نعطيوش لنفسنا لوكازيون بور كاس لاجيري، باسكو سكي نو انتربيل ماتنو سي الجزائر، سي المواطن الجزائري. مو جو فيان دو ليكستريم، يعني ليكستريم ويست لاجيري، باسكو لاجيري سو ني با الجي، لاجيري سو ني با لوبيتال مصطفى باشا. اتونسيون نو فو دي ترومبيفو الجزائر. هنا ريبوندي لك يا وسمك بن حمو رئيس حزب الكرامه. وين
كاين البترول والغاز اسكو كاين سبيطار؟ ها ثروات كاع تخرج من تما، اسكو كاين سبيطار لتما؟ كاين عياده وتخدم زوج مرات ولا ثلاث مرات في السمانه، يسمى هادوك اللي من تما كاع يحبطوا للسونتر، سي نورمال. ما بنيت كي كانت المحبوحه ما بنيتوش سبيطارات. اوليك المشكل ديالكم دوكا اللي راكو طايحين فيه، لو كان بنيتو جامعات سبيطارات مدارس، لو كان ما طحتوش في هذا المشكل. بصح انتو ملالة، السرقة قبل كلش، الله يطيح على راسكم اكثر من اكثر واكثر من هكذا. ماشي غير الجزائر العاصمة، الجزائر العميقة وين الناس تروح للمستشفيات سيفري وما تلقاش اخصائي، ما تلقاش سبيساليست. نو زافون دي سكانير سون راديولوج. جميل. مدام اسمعني نكمل. نو زافون نو فولون كو لاجيري هادي تغطى كاع، ما تتغطاش في الجزائر العاصمة. ستجيبك على هذا السؤال. عفوا سيد بن حمود تفضلي، بما انك يعني طبيبة مختصة في الاشعة، طبيبة مقيمة تفضلي. الرحمن الرحيم. انا نجاوب سيد المحترم نقول له احنا كاع جزائريين. نعم. والجزائر هادية تهمنا كامل، احنا ما راناش هنا باش نكسروا الجزائر، قرينا وحنا متشبعين بروح الوطنية، ملي قرينا من الابتدائي حتى للجامعة وحنا منحبوا بلادنا، ورانا اليوم علاه شرانا إضراب باش المواطن الجزائري ما يزيدش يداوى في 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 أماكن كيما هذه. الوسخ، ما كاش الوسائل. حنا خرجنا باش نقولوا justement vous êtes représentant d'un parti qui اسمه حزب الكرامة. لازم انت تكون معانا باش تعاد الكرامة للمريض الجزائري. دارك تتكلم على الجنوب والهضاب العليا والجزائر العميقة. الجزائر العميقة ما راهيش تداوى مسيو. اليوم وكاين بوجود الخدمة المدنية مازال 70% من المختصين مازالهم في الشمال، والأطباء اللي راهم يروحوا في الخدمة المدنية 90% منهم راهم يقدموا الاستقالة تاعهم غير خلاص مدة تاع الخدمة المدنية، لأنه هذه الخدمة المدنية رانا نجوزوها. طبيب هذا علاش راهو يروح أو يروح يجوزها على خاطر ما راهوش ماهوش راح يجوزها باسكو راهو مقتنع، ولا راهو يروح يجوزها لأنه راهو موضوع في مأزق، لازم يروح يجوز هذيك الخدمة الإجبارية باش يتحصل على دبلوم. حنا اليوم قلنا خلاص ما نحش نزيدو نمشو في هذه السياسة الفاشلة. كاين 1800 طبيب اللي قادرين غدوة يروحوا يجوزوا امتحان تاعهم أطباء مقيمين ويجوزوا ويولوا عندهم لقب أطباء مختصين، بصح هما راهم رافضين يجوزوا هذا الامتحان وحابين يبقاو مع الأطباء المقيمين الآخرين، يبقاو معاهم في إضراب باش يقولوا ما راناش حابين نشاركوا في سياسة صحية فاشلة. إي مسيو ما تدخلش إضراب تاعنا مع إضرابات واحدة أخرى اللي متعلقة بقطاعات أخرى. رانا هنا باش نهضروا على المنظومة الصحية. إلى عندك ديزارغيمون بالنسبة للمنظومة الصحية باش تلقى حلول للمنظومة الصحية اتفضل سيدي المحترم، لكن باش تقول بلي رانا معليش نسيتو تيرمون جو زي ليسي فيني خليني نكمل. باش تقول بلي حنا جو زيت ان تران دو سي وشاك تقول تسمى راك تجوز رسالة بلي كاين كي شغل كاين ان كومبلو بين جميع قطاعات في الجزائر اللي راح يدخلوا اضراب باش يوقعوا الجزائر. هذا اتهام خطير سيدي، لا ما نقبلوش هذا الاتهام. يعطيك الصحه. والله يعطيك الصحه. استنى نشوف الدوزيام فيديو. والطبيب الجزائري دقيقه فهموا، نحن مستهدفين، ما احناش نخوفوكم باللي اجل اليوم القضيه نتاعكم على بالك باللي الدوله على بالكم باللي يعني منظمات غير حكوميه في الخارج راهي تتكلم على ما تكلمتش في الانجليز راهي تتكلم على الفساد اللي درتوه، على السرقه اللي سرقتوها، على النهب اللي نهبتوا الشعب وخليتوه فقير. هاي اللي علاش هي تتكلم، باسكو الاحتجاجات والاخر في كل، والاضراب هدايا في هنا في الانجليز مازالهم دايرين اضراب، الاطباء مازالهم دايرين اضراب. انتوما اللي بهدلتوا رواحكم، انتوما في فرنسا ولات فرنسا تحكم فيكم من دارة وجديد، انتوما يا قوادين
انتوما اللي بهدلتوا لي الزالجيريان والالجيري، انتوما اللي سرقتوا الالجيري ولي الزالجيريان، انتوما اللي اغتصبتوا الالجيري ولي الزالجيريان، انتوما اللي خليتوا ولادكم يحرقوا، انتوما اللي خليتوا بناتكم يخرجوا من ديارهم ورجعتوا لهم والديهم دايوثين، انتوما السبب الاول والاخير، انتوما اللي قتلتوا الدراري الصغار بالجوع، انتوما اللي هدمتوا الجزائر كيفاش كانت وكيفاش ولات. طاف هذيك تاع كي كنتو كي وليت هكذاك انتوما الجزائر درتو لها. اظن ما تجيش تهضر في باطل وتزكي، هما مي يهضروا بالعقل، متربيين متعلمين، ما انت لا متعلم، انت كذاب. الكذاب واش يقول لك؟ الواحد اللي على حق يهضر يهضر غير بالعقل، بصح واحد اللي كذاب كيما تايا يزكي. يسمعك شغل كلمتي تجوز على كلمتكم. لا لا خويا، انتوما اللي اغتصبتوا البلاد، انتوما اللي هلكتوها، وانتوما اللي بهدلتوها لارجي، انتوما اللي بهدلتوها. الحكومه هي والعسكر اللي بهدلوا لارجيري، اللي رجعوها ما تسواش، ماشي الاطباء ولا اضراب تاع الاطباء ولا اضراب تاع الاساتذه. انت جانا نهضر على الاساتذه، وراه البسمله رجعتوها ياك بالغبريطة اليهوديه قالت بلي وي سفغي التربيه فشلت. علاه فشلت؟ فشلت ديميسيوني يخرجي. علاه في الاوروب واحد كي يفشل يخرج؟ هنا كاين واحد جارو طار دقيقه رو طار، فتحوا الجلسه هو ما كانش دخل، على بالو واش كان راح واش لازم يدير، راح ديريكتومون للميكرو قال لهم سمحوا لي ديميسيوني. امريكا رجال، هادو هما الرجال، نزهاء ماشي خداعين ماشي بوكريت. بصح نتوما النفاق، زعما نتوما مسلمين بصح النفاق فيكم من ساسكم من راسكم، تاكلوا بالنفاق وتشربوا نفاق وترقدوا نفاق وتنوضوا بالنفاق وتهضروا بالنفاق وتنفسوا نفاق. يا أعداء الله، يا أعداء الإسلام، يا أعداء البشرية. وتقول إن الجزائر تضيق على حرية التعبير وعلى وعلى. صح، خليت قلت هذه الكلمة. صح، الجزائر ما تخلي حتى واحد يهضر، على خليتوهم يهضروا؟ خليتوك شو واحد خرج للطريق ومانيفيستا وهضر؟ ما متاع فلسطيني عجب ربي عطيتوهم لاكوبول باش يديروا تما، ما خليتوهمش يخرجوا للزنقه. واش هذا ديكتاتوريه هادية؟ وتقول هم يقولوا ايه، هم يشوفوا ماشي يقولوا. الناس هي تشوف يا عبد ربي، يا واحد الداب، الناس راهي تشوف. اولا حبيت نقول لك بلي لازم مسؤولين يابانيين باش يكون شعب ياباني واضراب ياباني. ثانيا راك تحكي لنا على البروتوكول تاع الشيموثيرابي، لا يوجد شيموثيرابي في مستشفى باشا. مستشفى باشا ليس مستشفى جامعي مخصص سرطان، مستشفى جامعي مخصص سرطان هو سي بي ام سي، البروتوكولات راهم يمشوا. ثالثا راك تحكي على مستشفى المتماطنين تاع الجنوب، المواطنين تاع الجنوب راهم في قمه تاع المعاناه يا اخي. نعطي لك انا صوره اخذت من اكبر المستشفيات الجزائريه يخصوا فيها املك. شوفوا لي ميديكامو سولي ميدرو سال فيتامون اللي يجيب نوفا تاع تاع الربو، ما عندهمش. تشوفوا هذا المستشفى مستشفى الجامعي سورانغ، نعم سورانغ جابوها لنا هذه الصوره هذه، ما كاش حتى حقن حقن طلع الفور. راني نحكي على حقن، قراوا هنا حقن حقن، ماسك اوكسجين، ماسك اوكسجين ما كانش، سون دانتيباسيون، هادو ما كاع في اكبر المستشفيات. رجاء دكتور طيلان فقط لي توضيح. نعم في اكبر المستشفيات الجزائريه، هادو مانيش نحكوا على اي مستشفى، فما ادراك بمستشفيات الجنوب. الطبيب الجزائري هو مواطن شغوف يحب بلده، وفي راه تفتحوا، رانا سمعنا اخيرا بانه تفتحوا ابواب
بالخارج نحن مرفوضها. فرنسا أمنت شهادة المطابقة ما زلنا نحاربوا، ما زلنا متمسكين بحقنا باش نطوروا الصحة في بلادنا باش المريض الجزائري يستفاد من رعاية صحية لائقة به في جميع الولايات، مش غير في الشمال، حتى في أقصى الجنوب. عنده 48 سنة والطبيب الجزائري لا يرفض ويذهب دائما إلى جميع أصغر بلديات الجنوب وفي الشمال وفي الغرب وفي الشرق وفي الهضاب العليا، ويذهب ويمارس الخدمة المدنية. هذه الخدمة المدنية آن الأوان باش نقولوا باللي فشلت، فالمواطنين الجزائريين في هذه المناطق لا يستفيدون من أدنى الرعاية الصحية. كما راك تشوف احنا واش طالبنا، طالب بلا غير الغاء اجباريه الخدمه المدنيه، فنفاجئ انه الغاء 20 تخصص اصلا كاع من الخدمه المدنيه اللي قال لك باتريمون وهذا ما نقدروش كاع نتخلاو عليه. واش متخصصات نبي التخصصات جراحه الاصابع، جراحه الاصابع يعني حتقولي باللي المواطن الجزائري في الجنوب ما يطيحش على راسه، ما يديش ضربه على راسه، لازم يدير رحله تاع 2000 كيلومتر باش يطلع المستشفيات الشمال. وهذا عا نقول لك حاجه، هذه حاله استعجاليه خطيره، يقدر يموت في 30 دقيقه الى اقصى حد. فقط دكتوره حجاب تجيبين كي ننتقل الى التقرير. قال مدلي سؤال وما جاوبتش عليه، قال لي كاين ديسكانر في الجنوب وما كاش اطباء. يقول لك بلي كاين اطباء في الشمال في مستشفيات جامعيه وما عندهمش سكانر. نقدر نمد لك امثله، كاين لو سونتر دو بيير اي ماركوري تاع السرطان، تاع مرضى السرطان، سرطان اللي ما عندهمش، المرضى مساكن ما عندهمش وين يروحوا يديروا سكانر ولا اون ايغام، راهم يروحوا يديروها بباهظة الثمن في لي بريفي. نزيد نمد لك لي سونتر فورماتور، سي بي ام سي سي ان سونتر فورماتور اوسي تاع لي ميدسان، تاع لي ميدسان ريزيدون، تسمى كاين اطباء مقيمين اللي راهي تخرج لا فورماسيون تاعهم ناقصه، على خاطر ما كاش ميم با حتى الوسائل باش هما يتكونوا، وما كاش الوسائل باش يقدروا يداووا المرضى. هذه باش نجاوبك سيدي، وفقط حبيت انا نحبسك هنايا في هذه، عندها الحق. سي بور سا لي ميدسان دراري صغار يموتوا على يديهم باسكو ماشي متعلمين مليح. هاوليك البروبليم، لو كان علمتوهم مليح ولو كان جبتو لهم الماتريال وجبتو لهم وعلمتوهم كما يقول لك 100% بالماتريال وكيفاش ومنا وهكذايا وفيها تقنيات، على كل حال الدراري الصغار ما يموتوش، العجايز ما يموتوش، الشيوخه ما يموتوش، يدخل تاع بنديسيت ما يعرفولهاش. طفلة صغيرة راحت للسبيطار عندها ناشفة، طفلة صغيرة نشفت، قالت لها ما عندها والو، عطات لها دوليبران. هاي ليك باسكو ما همش كما يقول لك ما علموهمش. ها البروبليم تاع الجزائري. مسؤول قال في 2011 كان ثاني اضراب اطباء مقيمين لنفس الاسباب وكانت نفس المطالب، وعدونا انه كانت راح تتحل المشاكل. 7 سنين من بعد ما زالت نفس المشاكل وما شفنا حتى بلان داكسيون بور باليا سي بروبليم. مسؤول قال انه 80% من الخدمه الصحيه في الجنوب معتمده على خدمة مدنية اللي هي يقولوا عليها خدمة تضامنية. علاش في الجنوب عنده حق في التضامن فقط، علاش ما عندوش حق في صحة كما في الشمال؟ وعلاش المواطن في الجنوب مواطن من الدرجة الثانية باش يتكل على الصحة تاعو وتتكل غير على خدمة مدنية تضامنية؟ نعم، شكرا لك دكتور حجاب وأيضا دكتور طيلاب. على كل حال عندهم الحق واش قالوا، بصح كاينه حاجه، شكون هو لو ريسبونسابل؟ ها ماشي السراقين، واحد منهم بوتفليقه ويتحاسب عند ربي بوتفليقه، باسكو راح بنا اكبر مسجد مليارات، كان قادر يبني مستشفيات في كل ولاية، يبني مستشفى ويجيب لهم 2-3 سكانر في كل مستشفى. صح ولا لا؟ بنا مستشفى عم بالو يدخل للجنة بهذاك المستشفى.
بهذاك المسجد يا اخي. في كل حومه، في كل حومه كاين مسجد. علاش تبني اكبر مسجد في ثالث مسجد في العالم، اكبر مسجد في ثالث في العالم؟ علاه نسحقوه؟ ما نسحقوهش. في كل حومه يا عجب تربي كاين مسجد ولا زوج. علاش حتى انت يا تبني واحد اللي ماهمش ما يستعملوه؟ هذه اللي ما فهمتهاش. المسجد اللي بنيته ماهوش مستعمل. وهذيك تاع كلوب ديبا ولا سي غالدا ولا سي دي فرنج ما عرفش واش بنى اكزاكتومون تما. ان تروك تاع لي ريونيون تاع الوسمو. كيشغل راكم تستقبلوا في 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 الافارقه والمغاربه والصحاب المشرق كل يوم. تما كاين سكانر بصح غير ها بصح نتوما كي تمرضوا تروحوا ليها. واحد ان كونسيغو في الجزائر لا يقعد يكروفي. قالوا خليها تخلط، ديجا مخلطة في الجزائر خليها تخلط. قال لك تخلط صفا، الضربو يعرف من الضربو. كما قال لك هذاك الكلب بن كلب شلاغ من القط ويحيى. قال لك على الكلب الضربو ويتبعك ولا عفسه كيما هكذايا. يحيى قريب الطير. انت تقول ما تديروش وما تديروش، اطيروا لفعلا نطير ان شاء الله. والشعب اللي ديسيدي دوكا، الشعب الجزائري، ويجيبوا ان بريزيدون جون اللي يخدم البلاد ما يسرقش، وينحيوا كاع الولات هادو السراقين، وينحيوا كاع الشاف الدايره السراقين، والصحاب بلي ميري كاع السراقين، ولي ديريكتور هادوك جينيرو وسو ديريكتور هادوك كاع يتنحاو كاع، والبرلمانيين كاع يروحوا كاع سراقين يخدموا لجيوبهم، جام يخدموا لشعبي. الشعب يروح يشكيلو ما يلاقي ما يسمعلوش كاع، وحاسبوا اللي سرقوا. بداو من الهامل سعيداني، اكو تعرفوا وين عندهم البزنس تاعهم. طليبه اسم على ما يقول لك هذاك البقر هذاك الدنفير كاع تعرفوا وراهم البزنس تاعو، وراهم الشركات ديالهم. واحد اللي عنده ديال الرمل، واحد اللي عنده تاع السيمه، واحد اللي عنده تاع الياجور، واحد اللي عنده ديال السجاج، واحد اللي عنده تاع الحطب كاع تعرفوا. واحد اللي عنده تاع المواد هادوما تاع لي سورينغ تاع الاخر كاع مترافيكين، ثوازيام شوا تاع لاشين يجيبوا فيهم ويبيعوا، يديو تشيبا ويبيعوهم يبيعوهم للمستشفيات. كاع تعرفوا البزنس تاعهم وين راهو. بازيو على هادوك، ما تبازيو حتى على حاجه، احرقوا لهم كلش.